الألمان معروفون بالتقشف، لكن الميسورين منهم ينفقون أموالا طائلة خاصة على البضائع الفاخرة. سيدة الأعمال بريتا ماركس تدير في برلين شركة متخصصة في بيع معدات البناء. إنها سيدة غنية، لكن ينقصها الوقت للخروج والتسوق، فلجأت إلى استشارية خاصة تدلها على الملابس الفاخرة. هناك من يضع ميزانية، وهناك من يرفض التقيد بأي خطة، وهناك من لديه تصورات معينة لكنه يقتني أكثر مما كان يتوقع لأن البضاعة مغرية. فعندما تعثر على شيء يعجبك وتقتنع به، تكون مستعداً لإنفاق أكثر مما تريد. سعر هذه السترة الجلدية 900 يورو، وهو سعر مغر بالطبع. اقتناء هذه السترة هو استثمار للمستقبل، فارتداؤها لمدة 10 سنوات سيوفر علي اقتناء سترات أخرى. لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، ومن يدري كيف ستكون قدرتي الشرائية عندئذ. أما فولفغانغ بيكا فيرفض إنفاق مبالغ طائلة على الملابس. إنه يدير محلاً صغيراً لتحميص القهوة في ماغدبورغ، وهو يودع ما يجنيه من أرباح في البنك. أرى أن البنك هو المكان الأضمن للمال، فنحن ننفق عادة مما نوفره في أمور عديدة كالسفر مثلا، لكن من الضروري الحفاظ على قسط من العائدات في البنك، فذلك أضمن وأفضل من تركها في البيت. البنك قريب من محله. بيكا هو أحد ملايين الألمان الذين يدخرون أموالهم في البنوك لوقت الحاجة، لكن أزمة قبرص المالية التي اضطرت المدخرين الصغار للمشاركة في تحمل العباء لإنقاذ البنوك من الإفلاس أربكت المدخرين من عامة الناس. الاستشاري ستيفن كوبا يرى أن زبائنه بحاجة لإرشادات إضافية. سنوضح الأمور بشكل أفضل، وسنحاول التقليص من حدة الخوف التي اجتاحت المجتمع، ذلك لأننا نمثل دعما مصرفيا قويا في ألمانيا، لا فقط فيما يتعلق بتأمين مدخرات أعلى من 100,000 يورو كما هو مكفول في أوروبا، بل بوصفنا مؤسسة ذات حماية خاصة أيضا. يدخر المواطن الألماني في المتوسط حوالي 10% من راتبه، ما يضعه في صدارة المدخرين في أوروبا. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من معدل الفائدة، بدأ التساؤل حول جدوى الادخار. رغم انخفاض أسعار الفائدة، يمكن القول إن القطاع المصرفي ضمانة جيدة للودائع، لكنه يستفيد من انخفاض سعر الفائدة، ونحن نحاول بطبيعة الحال توفير قيمة إضافية على الودائع إلى جانب التأمين عليها. Auch dem Sparer neben der Sicherheit auch einen zusätzlichen Wert anzubieten. يبلغ سعر الفائدة على الأموال المدخرة في البنوك حالياً 0.3%، ما لا يشجع على الادخار. أحب اقتناء الأشياء الجميلة، ليس بشكل يومي بل من حين إلى آخر، فكلما ذهبت للتسوق أقتني شيئاً جميلاً حتى لو كان مكلفاً بعض الشيء. لا تغادر بريتا ماركس محلاً دون اقتناء شيء ما، وتنفق ما لا يقل عن 200 يورو كلما خرجت للتسوق، هذا إلى جانب أجور المستشارة الخاصة.